الإنجليز كانوا بحاجة إلى تمويل أعمالهم في العراق. كان نقاش بيني وبينك على اليوم الوطني والخلاف عليه. المعارك العنيفة كانت باتجاه الحلة. شخصية محمود الحفيد كانت شخصية مهمة ومؤثرة. أنت في معركة واحدة يقصف البريطانيين بالمدفعية ويسقط 300 شهيد يا أخي. ماذا تحدثت الوثائق البريطانية عن ثورة العشرين؟ على طول الطريق راح يفوت به القطار من بغداد للبصرة، هاي كلها حرقوها، ما يعرف يمين ويسار ينضرب.